نذهب إلى طنطان، حيث بلغت حصيلة المشاريع المجهزة أو الموجودة في طور الإنجاز بهذا الإقليم في إطار المبادرات الوطنية للتنمية البشرية ما بين 2005 و2017 بلغت 559 مشروعا بتكلفة إجمالية تجاوزت 207 ملايين درهم. ساهمت فيها المبادرة بأكثر من 154 مليون درهم. وأبرز عامل إقليم طنطان خلال يوم تواصلي حول منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت شعار الشباب محرك للتنمية البشرية والمنظم في إطار تخليد الذكرى 13 لانطلاق هذه المبادرة، أكد أن إقليم طنطان شهد منذ انطلاقها إنجاز مجموعة من المشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية في كافة المجالات. وأوضح أن من بين هذه المشاريع الأنشطة المدرة للدخل والهادفة إلى تحسين وضعية الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية والتنشيط السوسيو الثقافي والرياضي، إلى جانب تعزيز القدرات المحلية والحكامة الجيدة. وكان هذا اليوم استعراض لهذه المنجزات واللي بلغت عندنا تقريبا ما يزيد عن 559 مشروع في جميع المجالات، لا البنية التحتية ولا الاجتماعية ولا العمليات الأفقية، بالإضافة بطبيعة الحال للأنشطة المدرة للدخل والتي تعتبر إحدى الركائز الأساسية. لهذا اليوم نخلد هذه الذكرى تحت شعار الشباب محرك للتنمية البشرية، واللي استطعنا الحمد لله إلى حد الساعة إنجاز 111 مشروع مدير للدخل واللي يندمج اقتصاديا في الدورة الاقتصادية.